تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس بونهانغ فوراتشيث رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الصديقة. أعرب فيها فخامته باسمه وباسم شعب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عن خالص التعازي والمواساة لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية.